تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وزيادة في انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في مملكة البحرين، بشرت وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني أعمال تطوير شارع 41 في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى، حيث يأتي هذا الإجراء التحسيني لتسهيل الحركة المرورية الداخلة والخارجة من المنطقة باتجاه شارع الشيخ سلمان، وسيضاف ضاعف من الطاقة الاستيعابية. وتأتي هذه المشاريع العاجلة كجزء من خطة أشمل لتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة، وتستغرق من 3 إلى 5 سنوات وممولة من برنامج التنمية الخليجي، والتي تعتبر أحد أهم الروافد التي تعزز النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البحرين، وتمثل نقلة نوعية في خفض الازدحامات المرورية على شبكة الطرق بالمملكة. أن الوزارة قامت بوضع خطة تطويرية شاملة لتحسين انسيابية الحركة المرورية من وإلى المنطقة التعليمية، قامت بتنفيذ عدد من هذه الحلول من ضمن الخطة. تم الانتهاء من توفير منفذ إضافي يربط المنطقة التعليمية بشارع الشيخ سلمان، أيضا تم الانتهاء من توسعة الطريق المار بين وزارة شؤون الأعلام ووزارة التربية والتعليم، أيضا تم تغيير بعض اتجاهات المرور، وساهمت هذه الحلول في يعني انسيابية في الحركة المرورية بشكل كبير.